رسلت وزيرة الاتصال والتكنولوجيا هدى إمام فرعون. هدى إمام فرعون حيث أنه نهار اللي رسلت صبت بلو أنه العنوان البريد الإلكتروني لا يوجد. لا أدري. لا لا يقول لك هم يضحك. لا احنا نضحكوا على همنا يعني نضحكوا على مشاكلنا عليهم نحن نضحكوا. احنا اذا ما ضحكناش نزيد نغمر احنا مع اصبح نغمر الساده المشاهدين. لكن اذا كانت وزيره تكنولوجيات البريد والتكنولوجيات الاتصال يعني ما عندها البريد الالكتروني تاعها خاطئ وجبتهم السيره الذاتيه تاعها اللي محطوطه في الموقع وما يعني البريد خاطئ. وحصلت لك انك رسلت وزير في الخارج وكان البريد تاعو الالكتروني تاعو خاطئ. رسلت مش وزير كانت عندي مراسلات مع رئيس اوباما سابقا ورجع عليك جواب عادي. يلا وش رسلته في اي موضوع رسلته؟ في مواضيع سرية. في موضوع في مواضيع سياسيه ربما عندها علاقه اكثر. وكان شحال كانت مده باش يعاود يرجع عليك؟ والله كانت كان الطقم تاعو اجابني في مده وجيزه جدا. هو رسلني في تقريب يوم هكذا في 24 ساعة. رسلت ثاني سفارة في في فرنسا. السفارة الجزائرية؟ لا 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 يعني عندها مدة. شكون السفارة هذه اللي رسلتها؟ لا لا نسيت لي رسلتها في 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 فرنسا يعني جاوبت في معدل 5 دقائق لا أكثر. رسلت كنت راسل في الاتحاد الدولي للاتصال بحيث أنه ما تعداش فترة وجيزة يقدر تلقى الإجابة. لكن في الجزائر السنة ودير قهوة ودير افطر وتعشى وما نعرف إلى يعودوا يرسلوا عليك.